بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستهل هذه الكلمة البسيطة بحديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربي عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. أعبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. أعبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. أعبادي، إنكم كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، إلى آخر حديث. واحد من الأحاديث النبوية: أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل إلى السنيان تدخل الجنة بالسلام. كل الأحاديث النبوية على الحض على إطعام الطعام كثيرة جدا: إفشاء السلام، وصل الأرحام، الصلاة بالنبي والناس نعم تدخل الجنة بالسلام. فلماذا نحرم أنفسنا من هذا الخير العظيم؟ هاي جماعة السلام الخيرية بنمشي في ثلاثة أبعاد: بعد أولى بنك الطعام، البعد الثاني دفاتر توفير الأيتام، البعد الثالث هو تجهيز العرايس. وبفضل الله نجحنا، بنك الطعام بقى 300 أسرة، كل أسرة تكلف 27.5 جنيه، التكلفة الإجمالية 55 جنيه، بتوصل التكلفة بالنسبة لنا 10,000 جنيه. الأيتام دفاتر توفير الأيتام كل ما يتم 100 جنيه شهريا 6,500 جنيه. تجهيز العرايس من توشيبا العربي بتوصل ل750 جنيه كل عروسة، وتلاجة كهربائية. الحمد لله نجح هذه الثلاث أبعاد. بقي بعد واحد وهو خطير ومهم، وهو تحويل ثقافة الريع إلى ثقافة إنتاج. هل يمكن ذلك؟ وأين يقع ذلك؟ ومن يفكر في ذلك؟ ومن يبلور هذا الموضوع ليصل إلى الأضواء وينجح وتنجح هذه المنظومة وتصبح عملها آليا؟ وجزاكم الله خيرا.